بالدار البيضاء أقيم في تكنوبارك حفل تسليم الشهادات على 70 خريجا من الفوج الثاني لمركز التميز في تكنولوجيا المعلومات المحدث سنة 2014 بمقتضى اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند بهدف تطوير مجموعة واسعة من المهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. Et le but est de former 400 étudiantes en IT. الهدف هو تكوين 400 طالب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسعدني إبلاغكم أن أزيد من 400 طالب قد تم تكوينهم في هذا المجال، واليوم سيتم تسليم الشهادات على الفوج الثاني لمركز التميز في تكنولوجيا المعلومات، كما أن هذا المشروع من شأنه الدفع إلى بلورة برامج تنموية بين المغرب والهند. أهمية ديال هذا يعني هذا الحدث هو أننا بعد يعني أشهر قليلة من تدشين هذا المركز اليوم كنشهدوا الحمد لله واحد القرابة ديال أضعاف المضاعفة ديال الطلبة اللي اهتموا بهذا المركز، واللي الحمد لله اليوم كنشوفوهم متخرجين تقريبا 70. المفروض عندنا 416 متخرج تخرجوا 8 في بداية إنشاء هذا أو تدشين هذا المركز، 70 اليوم و البقية إن شاء الله غادي تكون يعني غتكمل البرنامج ديالها في السنة المقبلة أو في غضون الأشهر المقبلة. هذا المشروع الذي دخل حيز الخدمة منذ نهاية شهر دجنبر 2017 يندرج ضمن إطار استراتيجية رقمية لتعاون متعددة الأطراف لفائدة إفريقيا من خلال توفير المساعدة والمواكبة للأطر المنحدرة من بلدان القارة السمراء.